بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في لقاء متجدد مع أسر وقبائل الخليج. وقبل أن أبدأ أحب أن أذكر بأمر مهم، أن ما يعرض هنا هو عبارة عن لمحة بسيطة عن هذه الأسر والقبائل، لا نريد التفصيل. فأنا لا أريد البسط فيما يتعلق بتاريخ القبيلة، كما لا أريد أن أستقصي كل شخصياتها، هذا أمر يطول عن هذا المختصر. كما أن الوهم والخطأ وارد، ولذلك أحرص على تصحيحه مباشرة أو سيصحح إن شاء الله حينما يحول إلى كتاب. ولا بد أن أشكر هنا أسر وقبائل قطر التي بحمد الله تفاعلت جدا مع هذه المقاطع وانتشرت انتشارا كبيرا. لذلك أنا لا أهتم كثيرا فيما يتعلق بالنسب بقدر اهتمامي ماذا صنعت هذه الشخصيات في بناء بلادها. وحديث اليوم عن قبيلة آل بعينين التي تعد من أشهر وأعرق وأكبر القبائل في قطر وساهمت كثيرا في بنائها. لما قدمت قبيلة آل بعينين قطر، أسسوا بلدة اليوسفية في شمال غرب قطر، ثم سكنوا الدوحة، ثم أسسوا الوكرة في جنوب الدوحة. أسس جماعة منهم قرية عسكر في البحرين، ومنهم من سكن الجبيل في السعودية، ومنهم من سكن في جزيرة قيس أو قيس في الساحل الشرقي للخليج. لقبيلة آل بعينين في قطر ثلاثة فروع رئيسة: آل علي، آل محمد، والنواصر. من أبرز شخصيات قبيلة آل بعينين فضل بن ناصر الناصر، الذي ولد في اليوسفية واتصف بالشجاعة والدهاء. كانت له مكانة وحظوة عند الإمام فيصل بن تركي آل سعود رحمه الله، وقد توفي رحمه الله في اليوسفية سنة 1859. ومنهم جبران بن محمد الجبران رحمه الله، الذي ولد في الدوحة وتوفي غرقا في طريقه إلى الحج سنة 1874. يعد جبران بن محمد الجبران رحمه الله من قيادات معركة الطويلة في الوكرة سنة 1868، والتي فصلت فيها قطر عن البحرين. ومن أعيان قبيلة آل بعينين في قطر عبد الرحمن بن عبد الله الملقب بالمسحل، كان من أمراء الغوص وقد توفي في الوكرة رحمه الله. ومن أعيان قبيلة آل بعينين في قطر الشيخ جبر بن محمد بن صقر آل بعينين رحمه الله، الذي ولد في الوكرة. في سنة 1327 انتقل الشيخ جبر محمد آل بعينين إلى الجبيل، وصار أول قاض فيها إلى سنة 1339. تولى الشيخ جبر محمد آل بعينين رحمه الله الإمامة والخطابة في الجامع الكبير في الجبيل، وكان صاحب صوت حسن وخطب مؤثرة. كان الشيخ جبر يكتب الشعر الفصيح والنبطي، وقد انتقل إلى البسيتين في البحرين وتوفي فيها سنة 1384. ومنهم الشيخ ثاني بن منصور العلي آل بعينين رحمه الله، الذي طلب العلم على والده ثم انتقل إلى الأحساء ومكة لطلب العلم. استقر الشيخ ثاني في الرياض وتقلد عدة مناصب في العديد من الوزارات، وكان خطيبا لمطار الملك خالد في الرياض. ولفصاحته وتأصيله العلمي نظم منتهى الإرادات في فقه الإمام أحمد في 6000 بيت، توفي في سنة 1393. ومن أعيان قبيلة آل بعينين في قطر الوجيه غنام بن محمد الغنام آل بعينين رحمه الله تعالى. كان الوجيه غنام بن محمد الغنام آل بعينين على علاقة وثيقة بالشيخ جاسم بن محمد آل ثاني رحمهم الله، وشارك معه في بعض معاركه. ومنهم المؤدب الخلوق المؤرخ أحمد بن عبد الله آل بعينين، مدير مدرسة الوكرة وصاحب مشجرات في تاريخ الأنبياء والقبائل. ومنهم الشيخ السمح الفاضل أحمد بن محمد آل بعينين، أمين اتحاد الدعاة وخطيب جامع صهيب الرومي في الوكرة. ومن شخصيات آل بعينين في قطر الباحث خالد بن محمد آل بعينين، صاحب بحوث ومشاركات في التاريخ والأدب والنسب. وقد تولى عدد من أبناء قبيلة آل بعينين في قطر مناصب مهمة، منهم السفير سيف بن مجدم آل بعينين، ومنهم السفير مبارك بن راشد البخماس آل بعينين، ومدير إدارة الجنسية عبد الله بن سعد آل بعينين. هذه لمحة يسيرة عن قبيلة آل بعينين في قطر. شكرا جزيلا لمن شارك معي في هذه المعلومات، والمجال مفتوح للجميع. استودعكم الله.